طيب دكتور شريف سامر رئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إذا كان لدى حضرتك ملاحظات على ما تضمنته الوثيقة أو تصور لزيادة فعالية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. أشكرك سيد رئيس مجلس الوزراء، السادة أعضاء الحكومة، السادة المشاركون. موضوع الجلسة أعتقد يحتاج يوم بحاله لو استفضنا، بس طبعا احتراما للوقت سأركز على بضعة نقاط. بداية الورقة مهمة، أستاذ منير عبد النور استفاض، بس أنا عايز أقول إنها رفعت سقف التوقعات في إيه بقى؟ في التشاور والحوار الذي جرى بشأنه. لا أذكر في يعني تاريخنا الحديث موضوع اقتصادي أو يعني يهم الرأي العام أخذ هذا الحوار والاستفاضة والجلسات. فتوصيتي بقى استغلها انه اتمنى انه نبطل نقرا انه مجلس الوزراء اقر تعديل في لائحه تنفيذيه الكذا باضافه البند واو او حذف ماده معينه او تعديل صياغه وما يتقلناش ليه. لما بيتقلنا ليه كمستثمر كراي عام كمستشار قانوني أفهم ألغية منه، مش أقعد أخمن وأتوقع. ده بيحصل لما بيروح قانون من مجلس الوزراء للبرلمان لمناقشته مذكرة إيضاحية بيشوفها فقط أعضاء البرلمان. أنا بتكلم على أي قرار وزاري، أي تعديل في لائحة، سيكون مهماً أنه يعرض الشرح على موقع إلكتروني لمجلس الوزراء أو الوزارة المعنية، بيسمح للمختص انه يناقش المنطق بدل ما نخش في الصياغه اللي اتقالت الكلمه دي واتشالت. فدي موضوع اكبر من وثيقه سياسه ملكيه الدوله، انما اراه مهم اقتضاء بدول اخرى تقوم به على مستوى التشريعات الادنى من القانون حتى زي اللائحه التنفيذيه والقرارات الوزاريه. ده شيء مهم، انما اعيد التاكيد على انه الحوار المجتمعي اللي حصل وإتاحة الورقة وتعديلاتها شيء متميز، يعني أشيد بكل من شارك فيه. حاجة النقطة تانية، خش بقى في تفصيلة وثيقة سياسة ملكية الدولة. السيد نائب وزير المالية عرض في آخر أنه في آخر نسخة تم حذف نسب الملكية، أنه يبقى فيه مش عارف 60% إيه و 30% تفضل للدولة. ده شيء طيب لأنه النسب دي شيء يصعب قياس ومتغيرة يوميا، بس أختلف معاه في اللي وصلنا له إن إحنا هنكتفي نقول إيه المجالات اللي هتفضل فيها الدولة وإيه اللي تتخارج. بالنسبة لي سياسيا ومن ناحية الرأي العام بقت وثيقة تخارج الدولة، مش ده الهدف. الهدف اللي كلنا تحمسنا له إنها تحدد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح أو الاقتصادية، وبالتالي أدعو لأنه نرجع نقول إيه تواجد الدولة، بس هستخدم مش نسب، أكواد. هيبقى تواجدها مسيطر في قطاع ما، مؤثر في قطاع آخر يعني أقل من مسيطر، هيكون في تواجد محدود. هو ده اللي يهمنا. يعني مثلا قد يتفق أنه في المطاحن لأسباب استراتيجية سيكون تواجدها مؤثر، نتفق أنه في صناعة مثلا الأمصال واللقاحات سيكون تواجدها مسيطر لأسباب نتفق عليها كمجتمع، محدود قد يكون في مثلا تجارة الجملة أو التوزيع أو المسالخ والمذابح وبتاع، يبقى تواجد محدود. نتفق أو نختلف على ده مش على نسب. في غيابه لو قلت الدولة متواجدة في قطاع التعليم، أنا مش عارف أنت بترحب بالتعليم الخاص ولا لا. فأدعو لإعادة النظر في ده ومش عايز أطيل، وأن يكون القياس في التواجد سواء مسيطر أو مؤثر أو محدود ليس بعدد الكيانات وليس برؤوس الأموال، إنما بالحصة السوقية، لأنه اللي بيهمنا هو عنده حصة سوقية قد إيه، سواء بنتكلم على محطات بنزين، سواء بنتكلم على صوامع قمح، سواء بنتكلم على نقل. على سبيل المثال قد يفتح الباب في النقل السكة الحديد للبضائع، فعايز أعرف هو
الحصة السوقية هي دي القياس أني بدخل أو بشجع القطاع الخاص. دي أعتقد رسائل مهمة جدا للمستثمر المصري قبل أن يكون الأجنبي، وأيضا الرأي العام اللي بيتابع بشيء من التوجس، وإحنا ليه فاتحين الموضوع ده دلوقتي. أيضا اتصالا بوثيقة سياسة ملكية الدولة، كلمة ملكية الدولة إحنا فاهمينها كلها والحديث إنها مساهمات في شركات، بس ملكية الدولة في بلد زي مصر تتضمن أيضا العقار والأراضي، مصدر ثروة مهم. ملكية الدولة كنت أفضل نسميها سياسة مساهمات الدولة، إنما هي ملكية الدولة. توصيتي إنه نلحق بيها خلال فترة قادمة ليست بعيدة وثيقة أخرى للأراضي وتملكها. الناس عارفة في أراضي ملكية خاصة، أراضي تتبع المحليات، أراضي تخصص لهيئة التنمية السياحية، تخصص للتنمية الصناعية وغيره. إحنا عندنا إشكالية، المستثمر اللي بيجي هي الأرض دي بتاعت مين؟ ما عنديش نظام معلومات جغرافي على شاشة كبيرة كده أضغط زرار أعرف 3000 متر اللي على طريق برج العرب دول أشتريهم من مين، وممكن يترخص لها إيه، وإمتى أجي سعر. لو إحنا ما حددناش دي، يبقى أحد الأذرع الهامة في الملكية لم نتناولها. وأذكر حضراتكم أن الأرض تستخدم حالياً حتى لتسوية مديونيات بين القطاع الخاص والضرائب والتأمينات، أو حتى فض تشابكات بين هيئات حكومية. فالأرض أحد مصادر الثروة أو الملكية التي لا يجوز أنه لا نحسمها، مثلما حصل خطوة إيجابية فيما يخص المساهمات. معلش، في قضية الأرض دكتور شريف، حضرتك بتطالب بمرجع معلومات يمكن للمستثمر من خلاله أن يعود، ولا سند الملكية نفسه للدولة؟ مرجع المعلومات ده أحد الأدوات، إنما من يملك القرار بشأن ماذا وأتوجه لمين إمتى، ده مازال شيء غامض. بما أنه بنتكلم على الأراضي، هأقفز لتوصية أخرى. عرض آليات المشاركة مع القطاع الخاص وغيره، عرضت اللي هو الإيجار، وعرض البيع، وعرض البناء والتشغيل والتملك البي او تي. أرى أنه آلية صناديق الاستثمار العقاري من أفضل الآليات التي تتيح لكثير من الهيئات ووحدات المحليات، كلهم عندهم أراضي غير مستغلة، اللي عنده شونة على النيل ما بقتش تستخدم، هيئة المترو مصر الجديدة عندها ورش في قلب مصر الجديدة بأرقام ضخمة لا تستطيع استغلالها. النقل أو أقترح إضافة آلية صناديق الاستثمار العقاري، لأن المصلحة الاقتصادية بتفضل للمالك ما بيفقدهاش، ولكن الإدارة بتبقى أكثر احترافاً وتتيح استغلال أفضل. عشان الوقت، توصية أخرى بشأن سياسة ملكية الدولة، إحنا ما عرفناش مين الدولة. ليه بقول ده؟ عشان يوم ما تابع وحاسب وراجع الالتزام بالورقة، واضح جداً أن الوزارات والهيئات العامة هي الدولة. بس عايزين نحسم، هي البنوك العامة دي هعتبرها دولة؟ شايف معانا رئيس بنك مصر، هي أموال مدعين، يبقى نقرر هعتبرها دولة ولا لأ. شركات تأمين عامة زي مصر التأمين، هي دي دولة ولا دي أموال حملت الوثائق من الأفراد وبالتالي لا اعتبرها دولة؟ التأمينات الاجتماعية أيضا هي أموال ملايين المصريين من أصحاب المعاشات، هعتبرها دولة ولا لا؟ الحسم والتحديد يعني في وجهات نظر مختلفة، بس أعتقد لازم نبينها. الموضوع اللي شرحنا التنافسية واتكلمنا امبارح أيضا على اليقين والوضوح، السيد رئيس جهاز حماية المنافسة قال الحد من التشريعات المقيدة للمنافسة. أنا يعني هقتبس الجملة، هقول الحد من التشريعات المقيدة للاستثمار. إمتى؟ حدي مثالين لقرارين وزاريين صدروا على مدى سنتين اللي فاتوا أربكوا سوق الاستثمار. واحدة تخص التعليم، لما قالوا نحصل على موافقة عند الاستحواذ على حصة معرفش 20% من أي مدرسة. وزارة الصحة ما قصرتش، قالوا لازم تيجوا تاخدوا عندي موافقة لما حد يشتري مستشفى. حتى صياغة القرار
سامحوني رقيقة، لأن أنت ممكن تشتري شركة تتملك المدرسة أو المستشفى، فاللي خد القرار ما عندوش حتى تصور كائنات الاستثمار بتشتغل إزاي. لا أعترض أنه يبقى فيه آليات موافقة، ولكن عدم وضوح المعايير اللي هتصدر بيها الموافقات وعلى أي أساس، بحيث يبقى عندي درجة يقين أن أنا طلبي يتقبل وأنه يترد عليه خلال 30 يوم أم لأ، بعيداً عن الأوضاع المسيطرة بتاعت جهاز المنافس. أنا بتكلم على واحد داخل يشتري مدرسة واحدة في شبين الكوم أو جامعة في معرفش في أسيوط، هيدخل في نفس القصة. رجائي أو توصيتي أنه أي قرارات من هذا الصدد تؤخذ من وجهة نظر الاستثمار وليس من الوزارة التي تدير وتراقب وترخص للنشاط، لأنها مش شغلتها الاستثمار، وأنه تبقى المعايير واضحة. وإحنا عندنا آلية من زمان جداً واضحة جداً، وزارة السياحة. وزارة السياحة من الستينات وما قبلها هي بترخص للفنادق، وفي عقود تشغيل وإدارة سواء هي فنادق عامة أو خاصة، ما بتفرقش. ما بيقولش وزير السياحة يا اللي عايز تشتري فندق تعالى خد موافقتي، هو بيعمل تصنيف بيتأكد من توافر الرعاية الصحية. أنا اتكلمت على حاجات كتيرة، بس هختم. احنا اتكلمنا على مناخ الاستثمار، وفي طبعا طموحات وفي حاجات صعبة تتحقق، انما بنتهز الفرصة ان السيد رئيس هيئة الاستثمار قاعد وفي قيادات من سوق المال. امنيتي وتوصيتي الوحيدة، لا يجوز انه جمهورية مصر العربية سنة 2022 لما بعمل زيادة رأس مال لشركة تطرح في البورصة او هي اوريدي مقيدة، زيادة رأس المال بقعد اسابيع على ما اقدر ادي المساهم اسهمه أياً كانت الأسباب، مش دين الجلسة. توصيتي أنه سيكون خطوة إيجابية ورسالة مهمة للكل أنه نقول خلال 3 أيام عمل صدرت، وده مش إعجاز بس لا يحدث حالياً، فهي أول الغيث قطرة في التيسير، وأن نوري أنه في تغيير يحدث، وأنا واثق أن الحكومة حريصة على مثل تلك الخطوات. وأشكر للجميع حسن الاستماع. شكراً جزيلاً لحضرتك دكتور شريف.